ነቢያችን አለይሂ ሰላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጠሉት ነገር ካለ ይጠሉ ነበር ማለት ነው። وهذا انس ابن مالك رضي الله عنه ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት ነው ከቀረበው ምግብ መሐከል ዱባ እየበረጡ ሲበል ሲመለከታቸው انس رضي الله عنه قال فما زلت احب الدباء من يومئذ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዱባ ሲበሉ ካየውበት ቀንሳት ጀምሮ ዱባ ከመብላት አልተወገድኩኝም ማለት ይገልጻል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ማንኛውም ሰው የሚበላው ነገር ከፈለገ ሊበላው ከፈለገ ሊተው የሚችል ነገር ነው። ነገር ግን ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይወዱት ነበር የሚለውን ነገር ስላወቀን ብቻ ያን ነገር ለመብላት ይወድ እንደነበረ ከአነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ እናገኛለን። እና በዚህ መሰረት ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይወዱት ነገር መውደድ፣ የሚጠሉትን ነገር መጥላት በጣም አስፈላጊ ነው። ቡግዱ መን አብገደሁ አላህ ወረሱሉሁ ወሙዓዳቱ መን አዳ አላህ የጠላውን ነገር መልእክተኛው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የጠሉትን ነገር መጥላትና ጠላት ማድረግ አስፈላጊ ነው። የነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና ይራቅ። የነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና ትቶ ሲያበቃ ቢዳ የፈጠረ ሰው ከሆነ ልጠለው ይገባል፣ ልትርቀው ይገባል። የነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሸሪዓ የሚቃረን ነገር ባጠቃላ መራቅ ያስፈልጋል። قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم إلى آخر الآية. فالله أنه من تشعر بل من ترشعه وكان يأمن سوتنا تاقين ياتهم الله أنه نبينا عليه الصلاة والسلام يتكار من سو وراجع رقوس يا إلى الله لمن أبطوا تشعرهم رجوا تشعرهم واندموا تشعرهم زمروا تشعرهم الله سبحانه وتعالى. نعم وهؤلاء أصحابه صلى الله عليه وسلم قري صحابوك رضان الله عليهم قد كتلوا آباءهم بل أبطوا لنبي صلى الله عليه وسلم يقدلوا بطني تنبر ماتنا أنه اكتبال عبد الله ابن عبد الله ابن أبي يا منافقوك ألقى ينبروا ماتنا لجو من عليه بال لو شئت لا أتيتك برأسها يعني أبطوا يا رسول الله لا ترسوني إمي أنزلت النقر كونا يا أبطين جنقلات قريتي أمت ألو تهلون يا لك يبال رسول عليه الصلاة والسلام تملك بزي مسارت صحابوك نبينا عليه الصلاة والسلام لمودد يما يرغوت نقر ندال نبرا كزي نقن الزبال لل على عنصر الثاني مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم بولت نيو عنصر من ملكته نبياتنا عليه الصلاة والسلام مودد قزتاو من يمسلال نبينا عليه الصلاة والسلام مودد يميبال نقر يمير ركاكتاو نبينا عليه الصلاة والسلام بمتازنا نبينا عليه الصلاة والسلام بمكتل እንደዚሁም ወተርከል ኢብቲዳ በነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ዲን ላይ ፈጠራ የሚባል ነገር በመተው ማለት ነው። ቢድዓ ባለመስራት ነው የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ውዴታ እውነታው የሚረጋገጠው። የነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መውደድ እና ማፍቀር የሚባል ነገር የሚረጋገጠው ነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመከተልና ነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ሰላም በመታዘዝ እንደዚሁም ከሳቸው በኋላ የተጨመሩ ቢዳዎችን በመተው ነው የሚረጋገጠው። በዚህ ዙራ ላይ የመጣው ቁርአን ተነቦ የሚያልቅ አይመስለኝም በዚህ ባጭር ሰዓት። እንደዚሁም ከነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም የመጡ ሐዲሶች ብዙ ሐዲሶች ይህን ነገር በስፋት ማየት ፈለገ ሰው ፈሊቅራ ኪታብ አላህ ዐዘ ወጀለ ቢተደቡሪን ወተፈኩር የአላህን ዐዘ ወጀለ ቁርአንን ያስተንትን ያንብብ ይቅራ ማስተንትን ማለት ነው። ፈሚንሃ ቀውሉሁ ተዓላ ወማ አታኩም ረሱሉ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب وقوله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تتولوا عنه وانتم تسمعون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون فنزلنا مثل بهن القران ايتوش لا الله يميزغنزبن الله يمياتحسبن مندنو نبينا عليه الصلاه والسلام بتككل متاز اندالبن سناتو ماكبر اندالبن سناتو مياز اندالبن ከሱናቸው የወጣን ነገር መረጃ ያልመጣበትን ነገር መራቅ እንዳለብን የሚያሳስበን ነው። قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله رسول عليه الصلاة والسلام يسطاچون ነገር ያዙ የከለከላችሁን ነገር ተከልከሉ
رسول عليه الصلاة والسلام ككلكلون كلكلات عندهم من النوم ألا وهو الابتداء في دين الله عز وجل وفي دين رسوله صلى الله عليه وسلم فالله دين الله بسات سو شريعة لي سنة لي أديس النقر ما امتاز فنهانا عن ذلك والله فقال عليه الصلاة والسلام في خطبه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كزنا وتشلا أو نتة ملبس حق هنا زنا اللبس يا الله مسح بتشانو كمنجر وتشلا ترو منجد واستنى لو منجد نبينا عليه الصلاة والسلام بزمناتشو سيسروت عندنا دغو نبياچ لصحابوቻቸው እንዲሰሩት ያዘዙት ለصحابوቻቸው ያረጋገጡት መንገር ነው የነበሩበት መንገር ነው የነበሩበት ሸሪዓ ነው ከነግራቶቹ ለመጥፎ አስቀያሚ ወልቢያችን አለይሂ ሰላሁ ሰላም ከኔ በኋላ በዲን ስም ይፈጠር አዲስ ነገር ነው አሉ። ማንኛውም ደግሞ ፈጠራ አዲስ ተባለ ነገር በሙሉ በዲን ላይ ፈጠራ ነው አሉ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቢዳ የተባለ ነገር በሙሉ ሁሉም ጥመት ነው አሉ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የጥመት ደግሞ መውደቂያውና መጨረሻው መመለሻው እሳት ነው አሉ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ መሰረት ኢባደላህ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐቂቃ የሆነ ውዴታቸው የሚረጋገጠው ምንድነው ነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መከተል ነው كما قال الشاعر ينسب هذا الشعر إلى إمام الشافعي عليه رحمة الله من إلال لو كان حبك صادقا لا تعته إن المحب لمن يحب مطيع لسو يالله الدتا أو نتبه النور لا تعته متودون أكل بيتككل تكتلوا الله تتعزوا الله مكنياتهم إن المحب لمن يحب مطيع أونتين يا وداج الوداج من النور تكتل تهزاجنا وإلا نبينا ودا له بلو نبياتنا عليه الصلاه والسلام يلثرت المسرات نبينا عليه الصلاه والسلام مكر نبينا عليه الصلاه والسلام ما يتهزناتون نجر مسرات والله هذا ليس من المحبه انما هو ماذا مشاق يعني مشاق للرسول صلى الله عليه وسلم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا ليندنوا بنبياتنا عليه الصلاه والسلام سنة مكة تلسين وربت يساك السنة على بقى أبلو سيا بقى بداء الإسراء دميل سهولة له نسيب من هذه الآية كذلك آيات يتوسن درشاء المعطل عند بداءه كلتنا كبرت معطل يعني تون بداء كلهم درجة عن دار الله علماء وشن دمين ناقروا بداء من الله درجة تلك بداء الله مكاكلين يا بداء الله تنش بداء الله قولهم كلهم بداء من دنه مدفو بداء له عند النساء وشن دمين ناقروا تعالى الله بداوكو بامس يكفلا بدا حسنا الله بري الله سبحان الله العظيم نعم بدا مولتي كفلا بدا ديني ودنيا كهنا نعم هني كبروا تلسون علماء نقرقن بدا بري كونا بدا حسنا الله ملو كونا هيت ساستوال هي مخالفة نبياتنا عليه الصلاة والسلام مكرنو من ممكن أندان متأخر ينفقه وشمالتنو بدا لا مسي كفلا البيلوم أبا بارتو كنبياتنا عليه الصلاة والسلام أبا بارسلمي قد هذا تقسيم مخترع بلوتان إنما مشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام يه كفل بدعا لا مستي كفل بني الله يتفتروا بدعا ولدتنا وأمسنا ولو مكفل يه نبينا عليه الصلاة والسلام يميكار الأبا بالمغونو فاليتي هنا فترانو بوتاين لهم سلزي تككلان يوم دنو وكالاتشو بني الله يتفتر مانين يوم فتران دنو تأمتنا كان درجة اللو ለምሳሌ ከቢዳዎች መካከል ተልቁ ቢዳዓት ኢባረት አልቁብር በነቢያችን ዘመን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊም ሆኖ ቀብር የሚገዛ ሙስሊም ነበር አልነበረም ሙስሊም ሆኖ ሰሃባ ሆኖ ኢሳን የሚገዛ ነበር ኢብራሂም የሚገዛ ነበር ወደ ኢብራሂም መቃብር يعني شد الرحال የሚያርግ ነበር እንደዛ ሄዶ ሲያበቃ يعني ለመቃብር ጠዋፍ የሚያርግ ነበር የመቃብር አፈር የሚጠጣ ነበር ቀብር የሚሰላመት ነበር ሙስሊም ሆኖ ከላ አልነበረም በሰሃቦች ዘመን انما حدث بعد ذلك اديشونا نغيرو معناتنو بنبياشن زمن صلى الله عليه وسلم مسلمونو كالله لا مما صن كالله لا يمي استغاثه يميارق على نبره استغاثه معناتن معناتنو ايه بدعه باون ساعات مسلموچ ماكل
ተሰክስጎ በስቶ ከሚገኙ ቢዳዎች መካከል አንዱ ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ቢዳ ምንድነው? አደገኛ ነው። ቢዳ ሽርክ የተቀላቀለበት ከአላህ ያለን ነገር መጥራት፣ ሙታን መጥራት፣ ወልዮችን ይሁን ሳሊሆችን ከአላህ ኢላ ደረሱልን ማለት፣ ከአላህ ኢላ ገላግሉን ማለት፣ ይሄ ከቢዳም በጣም አደገኛ የሆነ ሽርክ የሆነ ቢዳ ነው ማለት። ስለዚህ ይህን ነገር ሙስሊሞች ሊጠነቁት ይገባል፣ ሊርቁት ይገባል። በለ እንደውም ነቢያችን ዓለይሂ ሰላም እንወዳለን እየተባለ የተለያዩ ግጥሞችን ትመለከታለህ። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላም ያወደሱ መስሏቸው፣ ነገር ግን ውሉ በጣም ወሰን ያለፈ ነቢዩን ዓለይሂ ሰላም ልመና የታከለበት ጥየቃ የታከለበት ድረሱልን፣ ገላግሉን፣ ጠብቁን የሚል ግጥም ታገኛለህ ማለት ነው። ይሄ ነቢዩን ዓለይሂ ሰላም አፍቃር አይደለም፣ ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መቃረን ነውና ይህን ነገር ልንጠነቀቀው ይገባል፣ ልንረቀው ይገባል። በጣም አደገኛ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ውዴታ የሚረጋገጠው አንደኛ አልኢክቲዳኡ ቢነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወተአሲ ቢሂ፣ በነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በትክክል እሳቸው መከተል። ከማ ቃለ ተዓላ ቁል ኢን ኩንቱም ቱሒቡነ አላህ ፈተቢዑኒ ዩሕቢቡኩም ላህ ወየግፊር ለኩም ዝኑበኩም ወላሁ ገፉሩን ረሂም። አላህን እንወዳለን ካላችሁ ማን ተከተሉ? ረሱል ዓለይሂ ሰላም ተከተሉ። ነቢዩን የምንከተለው ቢድዓ ነው እንዴ? ቢድዓ መስራት ነው ወይ ሱና መስራት? ሱናቸው መስራት። ቢድዓ ምንድን ነው? ተገልጿል። ሱና ምንድን ነው? ነቢያችን ዓለይሂ ሰላም የሰሩትን በመስራት አቅማችን መቻል። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላም እንድንሰራ ያዙን ነገር፣ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላም አዙናል ብዙ ነገር። ያኒ ዛሬ ኡማውን ብትመለከት የምታገኘው በይነ ጋሊን ወጃፍ ማለት ነው። አንዳንዱ ጉሩ ሲያል ትመለከታለህ ማለት ነው። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላም እንወዳለን ብሎ የተለያየ የሆኑ ቢድዓዎች ሰርቶ ወደ አላህ መቃረ ይፈልጋል። ቀደም ነገለስኩላችሁ፣ በነቢያችን ዓለይሂ ሰላም ኢስቲጋሳ የሚያደርጋለ፣ ድረሱልን፣ ገላግሉን የሚላለ ማለት ነው። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላም የሚወድ ሰው ካለ የነቢዩ ሱና ይከተል። የነቢዩን ሸፋ ከፈለገ ሸፋቸውን ከአላህ ጠይቅ፣ ታገኘዋለ። አላህን ለምነው። ከነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አይጠይቅ። ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሳቸው ሸፋ የፈለገ ሰው ልክ እሳቸው ባዙት መሰረት ከአዛን በኋላ አዛን ከጨረሰ በኋላ ለነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዱዓ ያደርግላቸው፣ ሰላዋት ያወርድባቸው። ስማቸው ሲነሳ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ይበል፣ አላሁመ ረበ ሃዚሂ ዳዕወቲ ታማ ወሰላት አልቃኢማ آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمولا الذي وعدته يهنطبق وكاتان بوالا كل شيء على سوى نبياتنا عليه الصلاة والسلام فقد وجبت شفعتي يا نبياتنا نجيك ما قلصو يعني شفعة ترقاك نجر قن بتقاراني بلا مسراك هنا نبينا عليه الصلاة والسلام قلق نجمي لا تشوك هنا زاري قوان لن بني بياتنا عليه الصلاة والسلام كنبياتنا وجبون السوج ترابون السوج استغاثة عندما عنده من الرجال ملعون ابن ملعون من نزل به الشدة والضيق من لم يقر سيدي أو يا سيدي سبحان الله لازم عندنا جو قتمو قتم من زما الزجاج جلال من بلا الزجاج يترجمنو يترجمتو على جنو هذا جا وردوبت شن قت متوبت يا سيدي وينهم يا سيدي بلو يا التراسو قلت على لهم ما كرام متوبت شجر درسوبت يا سيدي يا فلان قلاقلوين يا ستي فاطمة درس اللي بلو أما إما سنسو أموال بلو منا قرصو تشالو إنا لله وإنا إليه راجعون بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى الغرباء توحيد شرك مالتنو إنا لله وإنا إليه راجعون سنة بلا هنا بلا رقم سنة هنا مالتنو تملكت يا ستي يا سيدي بلو أما إما سنسو فأقوال إيه تباركونو فمن على هؤلاء على هؤلاء الضلال بالنزيت أمسوه أبونا أندبت تسمع لما لتنا إيه كقل ما أتشو كونزو ما أتشو يتقيني من رجانو ما أنمي هتر رب أتشو نقراتو كلما قانن تفترو يمتع نقر أبا بالسيون كسحف وتمسحف كمنزو ما سحف أتشو يتقمت أبا بالنو ما لتنا سلزي بارك الله فيكم بمنا يواقي تجبات عندن بمسلموج يوكو اللو كارتو البلو بمي أمنا أتشبون السوج ይህን የተሳተ አመለካከት የቢድዓ ተግባር ሲያዩባቸው ሊከተሏቸው አይገባም። መከተል ያለው ማን ነው? ነቢዩን ዓለይሂ ሰላም ቁል ኢን ኩንቱም ቱሒቡነ አላህ ማዛ ፈተቢዑኒ፣ ነቢዩን ተከተሉ። ኸላስ ዩሕቢቡኩም ላህ፣ አላህ ይወዳችኋል። ወየግፊር ለኩም ዝኑበኩም፣ ወንጀላችሁን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይምራችኋል። አላህ ዐዘ ወጀለ አዛኝና ማሪ የሆነ ጌታ ነው።
ሌላው تحكيم السنة والتحاكم إليها በነገራቶች ላይ ማንኛውም ነገር ላይ የነብዩን ሱና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐሪሳቸውን ፈራጅ ማድረግ ለፈርዳቸው ፈቃደኛ መሆን ነብያችን አለይሂ ሰላም አንድ ከፈረዱ ያን ፍርድ መቀበል ወረዛም መዳኘት ወረሱናቸው ማለት ነው ያለዚያ ያንደ ሰው ኢማን እምነቱ አይረጋገጥም ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማንኛውም ጉዳይ በህይወቱ በሚገጠው ማንኛውም ችግር ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ዳኛ ሐኪም ፈራጅ የማይረጋቸው ከሆነ ለዚህ ማስረጃው ቀውል الله عز وجل فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله من على براسه اقسم الله سبحانه وتعالى بذاته بقيت نتي ونبني يا الله لا يؤمنون على امنهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم بمهلاتو بتفطروا على مغبابات بتفطروا يا نتركنا تشكك انت الملكتين يا رسول الله عليه الصلاه والسلام دانيا اسكلا رغدرس كذا ولا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت انت وسطها ووسانينا فرد مسرت قر قالاتو اون معلام ويسلموا تسليما انت وسن كوساني مسرت ቅሬታውን ካን ባይኖራቸው ያን ነገር ለመተግበርና ሙሉም ለመቀበል ይምዳራቸው ከሆነ የሚያስቸግራቸው ከሆነ አሁን ማላመኑም በጌትነት ይውርብኝ ነገራቸው ሲአላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ በግልጽ የሚያስቀምጠው ስለዚህ ዛሬ ሰዎችን ተመረከታለ የነብዩን አለይሂ ሰላሁ ሰላም ቁርአን የነብዩን አለይሂ ሰላሁ ሰላም ሱና ወደኋላ በመጣል በተለያየ በሆነ ባህሮቻቸው በተለያየ በሆነ ከሱና ጋር በሚጋጩ ያኔ በሽምግልና ይላል በተለያየ ነገር ይላል ሐላልን ሐራም የሚያደርግ ቢድዓን ሱናም የሚያደርግ ሱናን ደግሞ ቢድዓም የሚያደርግ ነገር ላይ ሲስማሙት መልከታለ ሲታረቁት መልከታለ ሰዎችን ወረዛ ነገር ሲጣሩና ሰዎችን ሲያንሳስ ታገኛለ ማለት ነው ወለው ካን አላ ኺላፊ ሱና ያ ፍርድ ያ ውሳኔ ያ መግባባት ያ መታረቅ ከነቢያችን ሱና አለይሂ ሰላሁ ሰላም የሚያጣላውን ካን ቢሆን ሰዎች ወረዛ ነገር ሲጠራት መልከት አላህ ያለው ምን ነበር ፈኢን ተናዓዛቱን ፊ ሸይኢን ፈርዱሁ ኢላ አላህ والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا في شيء بمانيوم نغير يا الله سبحانه بتتشكاچكونا بتتالو يا نغير ود اللهنا ود ملكتنيا ملسون ود الله مالت ود قران ود ملكتنيا مالت ود سنه ود حديث مالت نو باللهنا بمجرشاو كان متامنو كونه ورزا ملساتو يتشاو يا الله سبحانه وتعالى الى الرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه فنبياتنا عليه الصلاه والسلام فرد اندزي مشرياتو مودد هي بتام النبياتنا عليه الصلاه والسلام وديتا كميجلسباتو مگلچاوچ اندو نو ليلو الوقوف عند حدود الشريعه بنبياتنا عليه الصلاه والسلام شريعه بسناتو بمنگراتو كتن مالت مال ماكم يسفلكان خلاص قران قال ارم حديث قال لنا كذا بترفه كن كسناوچ وتو በተለይ አመለካከት ከሸሪዓ ጋር በሚጋጭሙ ነገሮች ላይ መዳኘትና በእነሱ መሄድ በጣም አደገኛ መሆኑን እናገኛለን ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ወነታ ሲገልጽልን አላህ ምን ይላል وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون وان هذا صراطي بلت يا رسول عليه انت ياللهبت منجد يا اسلمنا منجد يتوحيد منجد የነቢያችን አለይሂ ሰላሁ ሰላም ሸሪዓ ማለት ነው ቀጥ ያለ መንገድ ነውና እሱን ብቻ ይከተሉ ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛው ውጭ ያለው መንገድሳ ወላ ተተቢዑ አስቡል ኢትላዩኒ ቢዳ ያለባቸው ኢትላዩን ከሸሪዓ የሚጋጭ ሆኖ ኢትላይ አመላከቶችን አትሳሰቦችን መከተል የለባቸውም በዚህ መሰረት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደራ ይላቸዋል ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመጨረሻም ሲራቱሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሲራቸው ባጭሩ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። አነስ ማሊክ ረዲየላሁ ዐን አነስ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንደምታውቁት ለአስር ዓመታት በተከታታይ ኻዲም በመሆን ያገለገላቸው ታላቅ ሰሃቢ ነው። እና የነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ሰላም አፈታተራቸውን በተመለከተ ሲገልጽልን እንዲህ ብሎ ይናገራል። قال كان ربيعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊ ወሰለም ቁመናቸው ይላል መካከለኛ ሰው ነበሩ በጣም ረጅም አልነበሩም አጭርም አልነበሩም ነቢያችን አለይሂ ሰላተ ሰላም መልካቸው ወደ ያኒ ቀይ የቀረበ ጥርት ያለ ነጭ አልነበሩም ያኒ አዝሐረ ለውን
ليس بأبيض أمهق ما تندنو بتعام نتجهنو سوال نبرم ولا آدم صيّم من نبرم كصيّم لك ولا قلات ولا كينت يالا نبر نبر رسول عليه الصلاة والسلام هنغري في تاتشون يمي قلتي هنا ليلو ما كالات يمي قلتي هنا بهارينو ليلو ليس بجعد قطت صغرات شوي رسول عليه الصلاة والسلام صغر كرداد دا صغران نبر ماتنا ولا سبتين رجل نزيهم صغرات شو لجع ما نبر رسول عليه الصلاة والسلام أنزل عليه كالله عز وجل وحي مورد جمر الله شو وهو ابن أربعين أرميات شو أربعمت سيمو لو فلا بيثا مكة مكة لأي نبياتنا عليه الصلاة والسلام أسرامت تكمتوا وحي بسات شو لأي كالله يورد الله شو وبالمدينة بمدينة لكم مدينة كتسدد بوهلا 10 سنين 10 عامات عند لا حياة استامت مالتنا وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء رواه البخاري من حديث أنس برسول عليه الصلاة والسلام سأقر النزيم بسمات شو لأي من النبرم نت شبت عن النبرم حياة شبت كان مستقيلات يعني رسول عليه الصلاة والسلام سن شبت نبرات وسيموتوا حياة منا من شبت نبرات وكذا وترفقن على شبت النبر ماتنا بزي مسرة أنس رضي الله عنه يقلت لنا الماتنا وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين له شعر يبلغ شمحة أذني رحيته في قلة حمراء لم أرى شيئا قد أحسن منه نبياتنا عليه الصلاة والسلام مكاكلين يا سوف يعني كماناتشو مكاكلين يا نبر تكشاتشو رقمو يا رسول عليه الصلاة والسلام صفي نبر على ساقراتشو رقمو اسكجوراتشو يعني لموت جرورز يميدرس ساقر رسول عليه الصلاة والسلام يصدقو نبر عندهم رسول عليه الصلاة والسلام بتعام كونجون لبس لبسو ايتشاتشو اللون يالا عند رسول عليه الصلاة والسلام يمي أمرسو والله ايتشالو كمال أونم أنس ابن مالك رضي الله عن نبي عليه الصلاة والسلام سيقلت أن يبلو يقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم دخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أرى بعده ولا قبله مثله وكان بسط الكفين رواه البخاري نبي عليه الصلاة والسلام اجاتشو وفرام نبرة عند ذيوم تركزوا تاتشوهم في تاتشو بتقام وبنبري لال بتقام الكام نبرو كندساتشو كونجونسو كون في تاتش ملوكم كون بالا ماي اي مستقبل وكان بسط الكفين الرسول عليه الصلاه والسلام لفوتاتشو زرق نبري لال اي مبسوطهما خلقه وصوره افتطرتشو الرسول عليه الصلاه اجاتهم نبره زرق يسفي نبر ماتنو وقيل بسطهما بالعطاء وينم بمستت سفي نبرو شر نبر ميلون نجر علماء بزي ملك يجلس علماء مالو وعن جابر ابن سمره جابر ابن سمره رضي الله عنه سيقل ذاتهم نلال انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته وكان إذا الدهن لم يتبين نبياتنا عليه الصلاة والسلام يفيت رأس أقراتشو النزيوم سماتشو يعني شبتي كلاك النبريلا نبياتنا عليه الصلاة والسلام كبات يلا نقالون كان بيتكمو كبات كتكم بوالنا سيتكم بيتنبرو إتا أي اللي يمنبريلا يا رسول عليه الصلاة والسلام في صغراتشو قتو السنقل يعني يستوق نبرة وكان كثير شعر اللحية رسول عليه الصلاة والسلام بتقام بوزو نبرة يعني قلت على الله بتقام بوزو سم نبراتشو سماتشو بتقام يافافوت نبرة مالتنو بل اندوم بيلا بتقام لا اسكدرتاتشو درس يرزم نبرة يعني بيحجن صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام رسول هدى صلى الله عليه وسلم سماتشو عرل لما لاجت سمعتون أي كان سنة برا هذا الذي ثبت في الصحيحين بل في السنن إيه نقولي كان بيتنا عليه الصلاة والسلام أبو خاريم بمسلم بتكرم صحيبه سند وتلاي كان بيتنا ترجع قطه هينه كذا وتكرر نيجن نبيتنا عليه الصلاة والسلام سمعتون تلوتشو أوك كذا وتألو لم نترها تنو سلزي نبينا ودالله يميل سكالة فريحي هذه السنة بون ساعات بوزو مسلم جند يترساس النبي لنا نو ألا وهو عفو اللحية نبياتنا عليه الصلاة والسلام سنة ينصم على ما صدق ترى بعده عالم إلى المال اللي يبلو يموقتا نقر قلت ترى ويخالف النبي عليه الصلاة والسلام في مذهبه باع الله بسو يو بسماتو يكرناتو الملك هي نبياتنا عليه الصلاة والسلام بحري بتشاسيون لغتهم من مرياتهم يلبت ممهونو سماتنا من لاجئون مسيموج الله لنفره يقبل
الله لو الناس توس. فليحذر الذين يخالفون ماذا؟ عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النزال الله ملكتنا ورسول عليه الصلاة والسلام يميك أرني ونسوك الله سبحانه وتعالى يتنككو فتنة عن ذلك النجم سمى الله ملاجت نبي عليه الصلاة والسلام ما كرنا للم والله بلا سلزي نبينا عليه الصلاة والسلام سم بالله شكر لبتم سمات لا جبل والله لماذا نحرق لحيتنا لم نسمه تتمنى لا جو ايه خلاف المرء هذا مخالف النبي عليه الصلاة والسلام بل اندوم نبينا عليه الصلاة والسلام ببركات تنقروا تتو اعفوا اللحية ارخوا اللحية وخالفوا المجوس سمات لككوت افافوت اتنكوت النزاء اسات املاكيوتن مشيكوتن كهاريوتن تكارنوا بل سما صادق يتفطروا صقانوا رسول عليه الصلاه والسلام يالو في تراون سيلو تايوالا شيطان زتو نبر الله كرمته سيابر فلا يغيرن خلق الله يا الله انت فطرو عندي لوتو ارغاچو اللهوني على زاري يو اغني ادلم كهاريوتن مسلموتن تاغنيالا يتفطروا صقاچون سماچون سيلو تماتنو انا لله وانا اليه راجعون سلازي فنتق الله عز وجل بسماتنا الله نفرو يقبل سمن كمنكات كمن لاجت الله نفرو يقبل ايه قلت يا نبينا عليه الصلاة والسلام مكارنو معسيانو وانجلنو ما صدقوا رقمو كتتان. فقال رجل صحابي للاسو جابر انتيكو وجهه مثل السيف يا نبينا عليه الصلاة والسلام فيت يا برال سيبال عند سيف نونديم يا برالو قال لا عند سيف هذا اللي ماله قال بل كان مثل الشمس والقمر نبياتنا عليه الصلاة والسلام في عند سعي عند جركة يبرها نبري لك ورأيت الخاتمة عند كتفه مثل بيلة الحمامة يشبه جسده كنبياتنا عليه الصلاة تكشاتش ولي لك عند ارقب انقل اليمي يمسل من نبرت رسول عليه الصلاة والسلام قلبت نبرت جاتش ايه ينبي نت معرق ملكتنا مالتنا ايه بتجبات ينبرا ايتاية كستفنا مالتنا وانا عنسين رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا دباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قد أو عرفا قد أطيب من ريحي أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم. أنس بن مالك أونم نبي عليه الصلاة والسلام سيقلت واتو من إلال ما مسست حريرا لسا سير حر بجي داش الشيء نكتش على وكم أليا من كف النبي صلى الله عليه وسلم عند نبياتنا عليه الصلاة والسلام مدافعته يلسلس على نبرا ميلا بوزوش التوتن أشتش اللوين قن عند نبياتنا عليه الصلاة والسلام تروه مأزي اللو تروه تراني اللو تروش التالو أيتش على وكم مالت إنا قبل نريه نبياتنا عليه الصلاة والسلام أفتع التراتو يمسن كنبرا أخلاقاته رقمو من يمثل لنا برين باتر ولا ما ساتر يأكل رسول عليه الصلاة والسلام بغزو بتأمتر يهونو ملكام يهونو بحر يوچن برواته نقرقن نزين بحر يوچن تر يهونو نقروچن باتك علي يمياتك اللونا يمي سبسبهون بحر يوچن عائشة رضي الله عنها مستحة وستسقلت اللن أندي تلالج قالت عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها متلج كان خلقه القرآن نبياتنا عليه الصلاة والسلام بحرياته قرآن يمثل نبرا النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق موكف اللقسه قرآن ينبب. ومن ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا رواه البخاري ومسلم. رسول عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن عمر مدفوعا نبره مدفو سؤال نبرم بجراش مدفو النقر رقمو ميفلقو النبرم مدفو النقر يميرو كبيرنجي يمدفو النقر فلاقي النبرم. وكان يقول ببزات رسول عليه الصلاة والسلام نقراش من نبرة إن من خياركم كنانت مرتو تشاتو طيرو بهاري اللو سنو أحسنكم أخلاقا. وآن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. عائشة رضي الله عنها متعلج نبيه عليه الصلاة والسلام ولتنا قروتش لا أمر جنة أقرب الله توم
ከነዛ ሁለት ነገሮች በጣም እጅግ ገር የሆነውን ነገር ቢመርጡ እንጂ ወንጀል ካልሆነ ወንጀል ከሆነሳ ፈኢንካነ ኢስመን ካነ አብዓደ ናሲ ሚን ከዛ ወንጀል በጣም ጠንቅቅ ጠብቅ የራቁ ሰው ነበር ይላል ወመን ተቀመ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነፍሲ ኢላ አን ተንተሐከ ሑርመቱላህ ፈየንተቂሙ ሊላህ ቢሃ ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለነፍሳቸው አንድም ቀን ተበቅሎ አያውቁም የአላህ ድንበር ሲጣስ እንጂ የአላህ ሑሩማት የአላህ ክልክላት ሲጣሳ በጣም ለአላህ የሚንገበገቡ ለአላህ የሚቆረቀሩ ለአላህ የሚበቀሉ ታላቅ ሰው ነበሩ ትላለች አይሻ ረዲየላሁ አንሃ አሁንም አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ በዘገቡት ሐዲስ መሰረት አቡ ሁረይራ እንዲህ ብሎ ይገልጻቸዋል ማ አበ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጣዓመን ቀጥ ኢን እሽተሃሁ አከል ወኢላ ተረከሁ ረዋሁ አልቡኻሪ ወሙስሊም ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም በማንኛውም መልኩ ምግብን አያነውሩም ነበረ ከማራቸው ይበሉታል የማይመራቸው ከሆነ ግን ይተውታል እንጂ ምግብን ያቋሽሹ እንዳልነበረ አቡ ሁረይራ ይናገራል ማለት ነው ወአን አቢ ሰዒድ አልኹድሪ ረዲየላሁ አንሁ ቃል ካነ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه رواه البخاري ومسلم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بزقه هذه المسألة نبيه عليه الصلاة والسلام بتام بتام أين أفطر سو نبر إلال ولا كان لتشوع مشرع يبلت نبيه عليه الصلاة والسلام أين أفطر نبرو رسول عليه الصلاة والسلام ما يدت النقر كيف تاتشو ما يدت التوق نبر إلال رضي الله عنه نبيه عليه الصلاة والسلام بزي مسألة قلت سأتشوال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بذكر حديث لا من إلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فإذا نسوا القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة رسول عليه الصلاة والسلام بتعم بتعم شرنبر إلال بتعم دقمو شرم يونت مجنو برمضان جبريل سيمتا كسمي ይገናኛቸው ጅብሪል አለይሂ ሰላም በረመዳን በእያንዳንዱ ሌሊት ይገናኛቸው ነበር ቁርአንን ያስተምራቸው ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመልካም ነገር በኸይር ነገር በጣም ፈጣን ነበሩ ፈጣን ከሆነ ንፋስ የበለጠ ማለት አብዱላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይገልጻቸዋል وغير ذلك كثير من الصفات الخلقية الحسنة وصدق ربنا اذ يقول وانك لعلى خلق عظيم انينا مسل يهونو ملكام ينو لرسول عليه الصلاة والسلام بوزو يعني بحريوش نبرواتشو باتكالو الله عز وجل اندي سيلي قلساتشوات انت تهلاك بهنا يعني اخلاك بحري لاينا سيلي الله عز وجل قلقاتشوال بزي مسلت ياندان المسلم ينبيون عليه الصلاة والسلام سناتشون اخلاقاتشون مكتل قدتا يهون البنال بزي مسلت بساتشو اخلاك بساتشو قدانا يعني من التانس الله يدرقن በሳቸው ጉራላ ምን ይላል አላህ ያደርገን በሳቸው ያኒ ሱናቸው ሞተን ከነገ ቂያማ ቀን በሳቸው ያኒ ጎን ምን ከሰከሰ አላህ ያደርገን اللهم وفقنا حبه اللهم وفقنا وارزقنا حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا واموالنا واولادنا ومن الماء البارد الى ذمع يا رب العالمين اللهم حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين هذا هو الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله يهنن تمرت يقرب لاجو نسيها اسلاماوي استوديو نو تتقامي زن قطاي سراوچن يكتاتلو